المرة اللي فاتت، حد فاكر؟ أول سكشن اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا فيه في إيه؟ الفرق ما بين الأوبن شانل فلو والباي فلو، أنواع الفلو وذ ريسبكت تو كذا حاجة، وذ ريسبكت تو تايم، عرفنا وذ ريسبكت تو تايم اللي هو أنا عندي أنواع الفلو ستيدي وأن ستيدي، وذ ريسبكت تو سبيس أو ديستانس أن أنا عندي يونيفورم فلو ومان يونيفورم فلو، وذ ريسبكت تو فورسز أن أنا عندي إيه؟ ثلاث أنواع من الفورسز سواء كانت الجرافيتي فورس أو الإنرشيا فورس أو الفيسكس فورس. ومن الفورسز دي قدرنا نستخدم أو نستنتج تو نمبرز وهو الفلويد نمبر ورينولدز نمبر. تمام؟ السكشن التاني اتكلمنا فيه عن الإيكويشنز سواء كان الجيز إيكويشنز أو ماني إيكويشنز، وعرفنا الإيكويشنز دي هي اللي هتكمل معانا في الجزء بتاع الأوبن شانل فلو. حد يقدر يفكرني كده كان الجيز إيكويشن كانت بتقول إيه؟ إن أنا عندي دلوقتي الكيو، بنتكلم عن الكيو، يبقى الكيو بتساوي الاريا في السي في جذر في الار في اس نو. يبقى الكيو ده اللي هو الديسشارج، ده متر كيوب بير سكند، والاي اللي هي بتعبر عن الاريا المتر سكوير، والسي ده كنا بنقول عليه اللي هو تشيزي كوفيشنت، والار ده حد فاكر ايه هو الار؟ الار ده حاجه اسمها الهيدروليك ريديوس اللي هو بيساوي الاريا على الايه؟ على الويت بريمتر اللي هو البي. تمام؟ وعندي بعد كده الاس نوت اللي هو السلوب، مش اي سلوب، اللي هو البيد سلوب عندي. تمام؟ طيب طالما انا عندي تشيزي ايكويشن عوضت هنا بالاس نوت، يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان الفلو بتاعي ماله؟ انا عامل اسامبشن ان الفلو بتاعي يونيفورم فلو مش نون يونيفورم فلو. لو هو نون يونيفورم فلو يبقى بدل الاس اي الاس نوت هنا هعوض بايه؟ بالاس اي اللي هو السلوب بتاع التوتال انرجي لاين. هنفهم الكلام ده بالتفصيل، شرحناه المره اللي فاتت وهنعيد النهارده تاني. طيب فاكرين مانينج ايكويشن كانت بتقول ايه؟ مانينج ايكويشن ان انا عندي الكيو بتساوي واحد على الان في الاريا في ار اس 2 على 3 في جذر مين؟ في جذر الاس نوت. والان هنا اللي هو ده عباره عن ايه؟ مانينج كوفيشن. تمام؟ طيب والاريا دي بالمتر سكوير، والار نفس الكلام اللي هي الاريا على الويت بريمتر، والسلوب اللي انا عوضت بيه هنا اللي هو البيت سلوب، لان انا فرض ان الفلو عندي النوع بتاعه اللي هو ايه؟ يونيفورم فلو. لو هو نون يونيفورم فلو يبقى بعوض هنا من قانون الجنرال ان الاس نوت دي بشيلها وبحط الاس اي. تمام؟ طيب واتكلمنا ايه الفرق ما بين تشيزي كوفيشنت ومانينج كوفيشنت. تشيزي كوفيشنت اللي هو بنرمز له بالسي، مانينج كوفيشنت اللي هو بنرمز له بالام. تمام؟ طيب ايه الفرق ما بين مانينج ايكويشن وتشيزي كوفيشنت؟ مانينج كوفيشنت وتشيزي كوفيشنت، حد يقدر يقول؟ تمام. اول حاجه ان انا عندي كل ما السيرفيس بتاعي كان سموث، ايه اللي هيحصل للتشيزي كوفيشن؟ ايه اللي هيحصل للسي؟ هتزيد ولا هتقل؟ السي دي هتزيد. تمام؟ طيب كل ما السيرفيس يكون سموث المانينج كوفيشن ايه اللي بيحصل؟ كل ما الال دي بتقل. تمام؟ عشان كده بنقول ان التشيزي كوفيشن او سي بنقول عليه معامل اللوم، اما الام اللي هو مانينج كوفيشن نطلق عليه اسم تاني اللي هو رفنس كوفيشن اللي هو المعامل بتاع الخشونه. يعني كل ما الخشونه بتاعت السيرفيس اللي معمول منه البيد عندي بتزيد، كل ما بيحصل ايه؟ مانينج كوفيشن، مانينج كوفيشن بيزيد. تمام؟ طيب وقلنا المره اللي فاتت ان تشيزي كوفيشن ده بيعتمد على ثلاث حاجات، حد فاكرهم؟ يبقى بيعتمد على السيرفيس، السيرفيس عندي فيشن ولا ناعم، بيعتمد على الهيدروليك ريديوس اللي هو الار، بيعتمد على رينولدز ايه؟ رينولدز نمبر. مظبوط؟ طيب اما مانينج كوفيشن ده بيعتمد على حاجه واحده بس اللي هو نوع السيرفيس. في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ها؟
في مشكلة يا شباب؟ طيب معاكم سيت؟
طيب الجزء اللي تحت ده اللي الميه ماشيه فيه طول السنه، ده الطبيعي بتاع الشانل، تمام؟ طيب لما تيجي تحصل امطار ايه اللي هيحصل لمنسوب الميه؟ هل منسوب الميه هيفضل زي ما هو؟ اكيد هيزيد صح؟ فمنسوب الميه هيطلع للجزء اللي فوق ده كده، المنظر ده، تمام؟ نتيجه ايه؟ نتيجه ميه المطره اللي نازله دي، مظبوط؟ طيب فجي قال لك ايه؟ ان الجزء اللي تحت ده اسمه المين شانل، تمام؟ والجزء اللي فوق ده هو بتاع الفلود. ان نتيجه لما الميه بتنزل، ميه المطر بتنزل، الجزء اللي فوق ده بيتملي، تمام؟ طيب لما العاصفه دي تخلص والمطره دي تخلص، الميه دي هتتصرف في مكان بعيد، فمنسوب الميه يحصل له ايه تاني؟ يرجع تاني، مظبوط؟ طيب مش الجزء اللي فوق ده بيبتدي يحصل فيه دراي ويت، دراي ويت ان هو بيفضل ايه؟ يتبل، الميه تبل وبعد كده ينشف، يتبل وبعد كده ينشف. طيب ده هيأثر عليه ازاي؟ او ايه اللي ممكن يحصل للتربه اللي هنا؟ التربه اللي هنا هيبتدي ينمو فيها شويه ايه؟ حشائش. مظبوط؟ صح؟ لان هي كل شويه ايه؟ تتبل وبعد كده تنشف، تتبل وبعد كده تنشف، فيبتدي ينمو هنا شويه حشائش. طيب ايه اللي هتسببه الحشائش ده للمانينج كوفيشنت؟ هتزوده. عشان كده قلنا ان مانينج كوفيشنت للجزء اللي فوق ده 0.035. اما للجزء اللي تحت اللي هو بتاع الميني شانل هو دايما فيه ميه ومعمول مثلا من ماتيريال وليكن متبطن خرسانه، عشان كده الان بتاعته 0.025. يبقى مانينج كوفيشنت زاد نتيجه ان هنا ابتدى ينمو حشائش نتيجه عمليه ايه؟ الدراي والويت اللي عماله تحصل للجزء اللي فوق ده. فهمتوا المساله بتتكلم في ايه؟ طيب دلوقتي عشان نحل المساله دي او عشان احسب الدسشارج اللي ماشي في الكروس سيكشن اللي عندي ده، ممكن يكون ايه حل المساله او ممكن نحل المساله دي ازاي؟ اولا هو مديني ان، صح؟ مديني ان هنا ومديني ان هنا، يبقى انا هروح استخدم ايه؟ مانينج ايه؟ ايكويشن، صح؟ يبقى انا عندي كيو بتساوي 1 على ايه؟ في الاريا وارقص 2 على 3 بجذر الاس نون. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب دلوقتي عاوز اطبق المعادله بتاعت مانينج دي على الشكل اللي موجود عندي، بحيث ان انا احسب الدسشارج التوتال اللي هيمشي في الكروس سيكشن اللي موجود عندي. مش معنى الدسشارج قبل وبعد، هو مفيش قبل وبعد، انا شرحت لك بس المساله ان ليه هنا الام اكبر من الجزء اللي تحت بتاع المين شامل، تمام؟ هو هي دي كل الجيفنز بتاعت المساله. عشان احسب الكيو، عشان احسب الكيو المفروض ابقى عارف ايه؟ الان عارفها ولا مش عارفها؟ عارفها صح؟ طيب الاريا عارفها؟ هنجيبها صح؟ طيب هنجيبها على اساس ايه بالظبط؟ هنقسمه شكلين، مظبوط؟ طيب الشكلين اللي ممكن نقسم بيهم الجزء ده هيبقى عاملين ازاي؟ طب تعالوا نفكر بشكل ثاني. انا عندي الشانل او الكروس سيكشن كان بالمنظر ده، تمام؟ طيب انا عاوز اقسم الشكل اللي موجود عندي ده لكذا شكل، بحيث ان انا احسب لكل شكل من دول الكيو اللي هتمشي بيه، وفي الاخر اجمع عشان اجيب الكيو توتال، صح؟ طيب يبقى اول تقسيمه ممكن تفكروا فيها عباره عن ايه؟ ان انا ممكن اقسم الشكل بتاعي حاجه بالمنظر ده كده، صح؟ ان ده الشكل رقم 1 وده الشكل رقم 2، مظبوط؟ طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ بالنسبة لإيه؟ قول لي أنت، بالنسبة للكونسيبت بتاع الأوبن شانل فلو،
ليه؟ بالظبط كده. السكشن اللي تحت ده البريشر هنا نوت ايكوال زيرو، وبالتالي ده مش هقدر اطبق عليه القوانين بتاعت الاوبن شانل فلو. احنا اتفقنا ان الاوبن شانل فلو لازم يكون السطح فوق عندي فري سيرفيس. فري سيرفيس يعني ايه؟ البريشر فوق لازم يكون ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. مظبوط؟ طيب يبقى تاني حاجة ممكن اروح افكر فيها غير الشكل اللي انا قسمته في الاول ده، اقسمها ازاي؟ ها يا شباب؟ ان انا اقسمها بالطول صح؟ طيب يبقى انا عندي الشكل بتاعي هقسمه بالمنظر ده، يبقى هاجي من هنا يبقى ده الشكل الاولاني ويبقى ده الشكل كده، يبقى انا عندي دي التقسيمة بتاعتي. يبقى الجزء اللي في النص ده هو رقم واحد، والجزء اللي على الجنب ده هو رقم اتنين، والجزء ده هو هو نفسه الجزء ده. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ يعني هنا ده رقم واحد وده رقم اتنين. طيب تقدر تقول لي هنا ايه؟ ان انا عندي الكيو توتال دي اللي هتمشي في الكروس سكشن بتاعي ده ايكوال كام؟ ايكوال الكيو 1 بلس ايه؟ 2 كيو 2 صح؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ ها؟ يبقى أنا كده قسمت المسألة عندي لاتنين، يبقى الجزء الأولاني أروح أحسب البروبرتيز بتاعته اللي هو الأريا والهيدروليك ريديوس تمام؟ وأعوض في القانون بتاع المانينج إيكويشن عشان أجيب الكيو رقم واحد، نفس الكلام للكيو 2 وأعوض في القانون ده عشان أجيب الكيو إيه؟ الكيو 2. طيب يبقى انا المساله بتاعتي اتقسمت لجزئين، يبقى ده رقم واحد وده رقم اتنين تمام؟ طيب لو انا عاوز اقسم الاريا الكروس سكشن الاولاني اللي هو موجود عندي رقم واحد هنا ده هحسبه ازاي؟ عاوز اقسم الاريا، يبقى ده ممكن اقسمه لشكلين صح؟ يبقى الجزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ ريكتانجلر، والجزء اللي تحت ده عباره عن ايه؟ ترابيزويدال كروس سكشن. عشان انا قسمت في الاول كده اللي هو ده رقم واحد ورقم اتنين عشان لازم السكشن رقم واحد يكون معرض يكون البريشر فوق ايكوال زيرو، والسكشن رقم اتنين لازم يكون برضه ايكوال زيرو. لازم يكون السطح عندي فري سيرفيس، مفيش بريشر على السطح. تمام؟ فاهمين الجزء ده كويس؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي قسمت رقم واحد ده لجزئين عشان اقدر احسب الاريا بتاعته. مظبوط؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي الطول اللي تحت ده كان كام؟ كان 6 متر. مظبوط؟ طيب والطول من هنا لهنا كان كام؟ كان 2 متر. طيب يبقى الجزء اللي فوق ده عباره عن كام؟ يبقى 2، الجزء ده 2 صح؟ يبقى 2 زائد 6 زائد 2 يبقى كام؟ يبقى 10 متر. الارتفاع بتاع الجزء ده كان كام؟ 2 متر. تمام؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي الجزء اللي هو المستطيل يبقى الاريا بتاعته كام؟ 2 في 10 صح؟ طيب زائد اللي هو الجزء ايه؟ ترابيزويدال كروس سكشن اللي موجود تحت ده عشان اجيب الاريا بتاعته اجيبها ازاي؟ يبقى انا عندي الطول ده 10 والطول ده كان 6، الارتفاع ده كان كام؟ كان 3 متر. يبقى عشان اجيب الاريا بتاعت الشكل ده هقول ايه؟ يبقى 6 زائد 10 على الاثنين في الثلاثة صح؟ في مشكلة؟ طيب يبقى أنا عندي 6 زائد 10 على الاثنين، الكلام ده مضروب في ثلاثة، يبقى دي الاريا الكروس سكشن رقم واحد. الاريا هتطلع بكام؟ الناس تطلع كالكليتور تشتغل معايا.
44، يبقى الاريا تطلع 44 متر سكوير. بعد كده تاني حاجه اروح احسبها عشان احسب الهيدروليك ريديوس ده، انا جبت الاريا فاضل لي مين؟ الويتد بريمتر صح؟ اللي هو البي. طيب عشان اجيب البي دي السكشن رقم 1، هو ايه تعريف البي؟ هو الويتد بريمتر صح؟ هو ايه الويتد بريمتر؟ الطول اللي بيحصل فيه كونتاكت ما بين السيرفيس ما بين البيت الماتيريال اللي عندي وسطح والميه صح؟ طيب الكروس سكشن الاولاني فين الطول ده؟ يبقى طول انه جزء، يبقى من اول هنا واخد معايا الطول ده كله. هل الجزء ده داخل معايا في حاجه؟ لا، ده ميه مع ميه. احنا بنتكلم الويت بريمتر، يبقى الماتيريال بتاعتي مع الميه. تمام؟ طيب يبقى هو الطول ده كله. مظبوط؟ طيب عشان اجيب الطول ده يبقى البي دي بتساوي ايه؟ يبقى البيد ويدث اللي تحت اللي هو السته زائد ايه؟ زائد 2 في الطول اللي على البلايه. مظبوط؟ يبقى زائد 2 في جذر. جذر مين؟ يبقى ده ب 2 والطول ده الراس ده ب 3. يبقى 2 ايه؟ سكوير زائد 3 سكوير. يبقى 2 سكوير زائد 3 سكوير. يبقى ايه؟ الويت بريمتر بتساوي كام؟ 13 متر. مظبوط؟ طيب من هنا اقدر اجيب مين؟ الار اللي هو الهيدروليك ريديوس. يبقى الار واحد بتساوي الاريا واحد على الويت بريمتر واحد اللي هو 44 على 13.2 واحد، هيطلع بكام؟ 3.33 متر. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب مش من هنا اقدر اروح اعوض في مانينج ايكويشن؟ مانينج ايكويشن بتقول لي ايه؟ ان الكيو بتساوي 1 على الام في الاريا ار اس 2 على 3 في جذر الاس نوت. مظبوط؟ طيب الان هنا عندي السكشن الاولاني ده كانت بكام؟ ها؟ 0.025 صح؟ طيب يبقى 1 على 0.025 في الاريا رقم 1 اللي هي 44 في مين؟ في ار اس 2 على 3. يبقى انا عندي الار دي كنت جايبها بكام؟ 3.33 اس 2 على 3 في مين؟ في جذر الاس نوت. الاس نوت هو مديهولي 10 سم في الكيلو. تمام؟ لازم يكون يونت لازم. يبقى انا عندي دي لازم يا اما سنتي سنتي يا اما متر متر يا اما كيلو متر كيلو متر. مظبوط؟ طيب يبقى انا هخليها 10 عشان اخليها متر لكل متر، يبقى هضرب في 10 اس نيجاتيف كام؟ 5. يبقى الكيو رقم 1 دي هتساوي كام؟ 39.25 متر مكعب سنتي. في مشكلة لحد دلوقتي؟ الدنيا تمام؟ طيب عندي بعد كده السكشن رقم 2 اللي هو الجزء ده بس. طيب نفس الكلام بالظبط هعمل فيه. يبقى الجزء ده الطول كام؟ كان كام؟ 3 متر. والارتفاع ده كان كام؟ 2 متر. مظبوط؟ طيب والجزء اللي هو المايل ده كان الطول بتاعه كام؟ 0.75 متر. تمام؟ طيب يبقى من هنا الطول اللي فوق ده هو عباره عن كام؟ 3 زائد 0.75. مظبوط؟ طيب يبقى هنا 3 زائد 0.75. يبقى انا دلوقتي لو عاوز احسب الاريا بالسكشن رقم 2 هتساوي كام؟ اشتغلوا معايا يا شباب. يبقى انا دلوقتي عندي كام؟ 3.75 على الاثنين مضروبه في ايه؟ في 2 هتطلع بكام؟
6.75 متر سكوير. طيب يبقى انا دلوقتي عندي انا كده حسبت الاريا عند الكروس سكشن التاني او السكشن التاني مظبوط؟ طيب بعد كده اروح اعمل ايه؟ هحسب الويتد بريمتر. طيب عشان احسب الويتد بريمتر اللي هو الطول اللي بيحصل فيه عليه كونتاكت ما بين ايه؟ الطول اللي بيحصل عليه كونتاكت ما بين سطح الميه والماتيريال او السيرفس اللي عندي صح؟ طيب اللي هو كام؟ يبقى انا عندي 3 اللي هو الطول ده زائد الطول اللي على المايل مظبوط؟ اللي هو كام؟ سكوير روت يبقى دي سكوير زائد 0.75 سكوير مظبوط؟ طيب هيطلع كام؟ هيطلع ب 5.12 5 1.36 متر تمام؟ طيب من هنا اروح احسب مين؟ الهيدروليك ريديوس اللي هو الاريا على مين؟ على الويت بريمتر هيطلع بكام؟ واحد 3 4 متر 1.4 متر. طيب يبقى انا حسبت البروبرتيز اللي انا محتاجها اروح اعوض مين؟ في مانينج ايكويشن واجيب الكيو عند الكروس سكشن الثاني او السكشن الثاني. يبقى كيو 2 دي هتساوي كام؟ 1 على الام، الام عندي كام؟ الجزء اللي فوق. ها؟ 0.035 في الاريا اللي هو 6.75 في الار 1.314 2 على 3 في مين؟ في جذر الاس نوت برضو الاس نوت عندي كام؟ 10 سنتيمتر بير كيلومتر اللي هو تطلع 10 في 10 اس 5 اللي هو هيساوي كام؟ 2.314 متر مكعب لكل ثانية. يبقى من هنا اقدر احسب الكيو توتال ولا لا؟ يبقى الكيو توتال عندي في الاخر هتساوي كام؟ يبقى هتساوي كيو رقم 1 اللي هو 39.25 زائد كام؟ 2.314 تمام؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ يا ريت الناس تذاكر المحاضرات الأونلاين. ناس جاية مش مذاكرة. ناس جاية مش مذاكرة، يا ريت الناس تذاكر المحاضرات والسكاشن اللي بتنزل أونلاين. تمام؟ خمسة؟